ينسى صوره وينسى حومته القديمة، ما ينساهاش القبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، سنقدم لكم لمحة تاريخية عن حي من أحياء وهران القديمة حتى لا تمحى الذاكرة. سنحاول أن نقدم لكم من خلال هذه الحصة تاريخ هذه المنطقة التي تعتبر ركيزة من ركائز وهران، حيث أصبحت عبارة عن أطلال، وهذا من أجل أن لا ننسى هذه المنطقة التي جمعت بين كل مقومات هذا الحي العتيق، سواء من ناحية الكرم أو من ناحية شهامة الرجال قدموا أنفسهم فداء لهذا الوطن، أو من بعض المثقفين الذين تخرجوا من الجامعات، وهذا يتمثل في عدة حلقات بالنسبة لهذه الحصة. إذن أولا لبدء نبدأ بهذه المنطقة، المنطقة التي نريد الحديث عنها أولا، وهي منطقة رأس العين، وهذا لما كانت يكتنز هذا الحي من مياه عذبة جوفية ما زالت لحد الآن لم تستغل، بحيث يعتبر الحي عبارة عن واد يحده من الناحية الشمالية جبال المرجاج، ويوجد على قمته مقام الوالي الصالح مولاي عبد القادر، وغير بعيد عن هذه الأخير معلم سانتا كروز الذي شيده الإسبان، وهو يعطي منظرا عاما على مدينة وهران الباهية. هدمت وطاحت وبقى دمعة في العين، ديك الصورة ما زال في عيني غير البارح ذكريات. هذه الجهة لكم تشوفوا فيها بالأحمر من الأصاص جاية حتى الحي الكتب، وهي اللي غادي اليوم إن شاء الله نتكلموا عليها وعلى سكانها بإذن الله. كي كانت رأس العين وكي ولا رأس العين خلات والصور تهدم، والغرس دبال نبقى في الأرض خضار، شفت رأس العين وبقيت نخمم وتفكر خاطري جماعتي مع ولاد الجار. اليوم ماشي نتكلموا على حي من عند حي سيد احمد القبيلي ان شاء الله. اليوم هو سيد احمد القبيلي ولي من اولياء الله الصالحين، وبعض من السكان اللي كانوا يسكنوا هنا كان يرحلوا قبل، كان اللي مازالوا، وكان اللي رحلوهم في 2008. بعض من السكان اللي غنية عقلهم كانت المرابطة، كان بنيطو، كان تيراس، كان تاني فلوح محمد ولد الشيخ الله يرحمه ويوسع عليه، سكن هنا في الأساس، اللي عنده ولده حسني مساعد مدير السفية، عنده أحمد، عنده كذلك الزين، عنده الهواري الله يرحمه محمد وبن بلة، وعنده 4 شيرات. الحيين الله يشجع فيهم، والموتى الله يرحمهم. أما بالحقيقة فلوح محمد ولي الشيخ ما جاء نرجعوا له إن شاء الله في كنصر لغلاسيار في الفيديو تاع المجاهدين قرية على الحب إن شاء الله. ذكريات كي كانت رأس العين وكي ولا رأس العين خلات والصور تهدم، والغرس دبال نبقى في الأرض خضار. كاين زغي اللي مازال هذا يطول هنايا، كاين لانونا، كاين علواش، كاين بوجله، كاين فلاح ولد الغالي الشهيد الله يرحمه، وحده الاصاص شويه الفوق، وكاين بن طيب المكي الشهيد كذلك الله يرحمه ويوسع عليه، كذلك كاين عبد بن موسى. هادو بعض من السكان اللي كانوا يسكنوا هنا، لكن اللب الموضوع المجهول في عصرنا الحالي هو المغارة قابل له، وعن مصادر موثوقة منها بأنها كانت مدارس قرآنية، وما
المعروف عن شيخها كان ميمون مغربي الأصل. البعض من الطلبة نتاعه كان سي علي محمد فول الله يرحمه، كان كذلك محمود محي الدين مدعو سي مقداد الشهيد الله يرحمهما ويغفر لهما. كي كانت راس العين وكي ولا راس العين خلات والصور تهدم والغرس البال ما بقى في الارض خضار. شفت راس العين وبقيت نخمم وتفكر خاطري جماعتي مع ولاد الجار. هذا السكنة اللي قبلنا البيضة هذه كان يسكن فيها محمد الخالدي أو عيط الله محمد الزناشلية، كذلك إنسان زين مات الله يرحمه، اللي عنده ولده نور الدين وزوج حوته وزوج شيرات. محمد كان بكري خدام مسؤول في البلدية بعد خرجته صافي لونطون، من بعد هو عطاوه السكنة هذه في التسعينات عطاوه في يوم راسن. بقى غير ولده نور الدين هنا عاودوا رحلوه الله يرحمه، رحم خونا محمد ولده لا يطول، ولده لا يطول في عمرهم ان شاء الله. كي كانت راس العين وكي ولا راس العين خلات والصور تهدم والغرس البال ما بقى في الارض خضار. هذا السكنة نقفوا عندها وقفة ماشي باش نشوفوا التاريخ تاع لا تاريخ المؤرخين، انا باش نشوف السكان تاعها. كانوا يسكنوا فيها هنايا لي حدادين قدام هنايا، نعقلهم انا ملي كنت بز ملي كنت غريان. الحدادين دي كانت عندهم كوشة هنايا وهما سين فامي ثورية فامي ريفوليسيونير، ما عندهم شهيد بالقاسم الله يرحمه المدعو الحبيب، وعندهم لي كوندوني امور انهم فيهم الشهداء فيهم مجاهدين. من بعد نتكلموا عليهم في الفيديوهات ان شاء الله القادمه اللي جايه تاع المجاهدين. حدادين بالقاسم الشهيد الله يرحمه كان عنده اخوه حدادين الحاج سعيد، هذا مات الله يرحمه كان يخدم في الشمال دفر، وعنده حدادين احمد انسيان فونكسيونير تاع السيرفيس ديزو الله يطول في عمره. كي كانت راس العين وكي ولا راس العين خلات والصور تهدم والغرس البال ما بقى في الارض خضار. شفت راس العين وبقيت نخمم. اليوم نهضوا للحوش هذا، ما كاش اللي ما يعرفش هذا السكنة هذه، لأن كنا نقرأ فوتو عليها الطول يحبس في القنت، الطاكسيات في القنت، حتى بكي وقت الاستعمار كيدوا البراج هنايا. وعندنا ما نتكلموا على القنت هذا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله تاع المجاهدين. أول نتكلموا على السكنة هذه. السكنة هذه كي راحوا منها اسبانيول كان يسكن فيها واحد يسموه بن شهرة، من بعد بن شهرة جا فيها واحد آخر يسموه الأخضر، من بعد الأخضر جاو سكنوا فيها زوج تاع المغاربة. كي راحوا هادو جا قراس، قراس كان يسكن فوق من جهة سكنة الريفية، جا سكن فيها قراس الله يرحمه ويوسع عليه، قراس اللي عنده ولده الحبيب مولية، عنده عواد، وعنده المكي، عنده الميلود راه مريض الطب وراه ربي يشفيه إن شاء الله، عنده بوعلام، وعنده حميدات الله يشد له فيهم والله يطول في عمرهم ويطيب بناتهم. وعمي قراز الله ان شاء الله وابوهم ان شاء الله الله يرحمه ويوسع عليه.